اسمي السيد الحاج العربي الخضراء المزداد عام 1946 بدوار البطابطة قيادة الدار القداري، متقاعد من الأسرة الجيش الملكي، ضابط صف سامي. قضيت بالصحراء المغربية 4 سنوات وهي الأوسمة تدل على ذلك. لما رجعت من الصحراء ودخلت إلى المستشفى التي كنت أعمل به، فوجئت أن النواب الجماعة السلالية باعوا الأراضي السلالية حسب الجريدة الرسمية، باعوا هذه الأراضي للناس ليس الحقوق ولا يوجدون في الجريدة الرسمية ولا في الملك العقاري. ثانيا باعوا الأرض ديال الدولة اللي تنازع عليها السيد بن عيسى بوطبسيل، بن عيسى بوطبسيل اللي نال 5 هكتارات من 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 الإصلاح الزراعي برنزاران. فوجئت بعد وفاته أولاده جاءوا إلى المحطة السكنية القديمة الذي انتزل عنها لفائدة الدولة المغربية، فباعها النواب والسيد الباشا والمقدم، ها هو ما يفيد على ذلك. ولهذا أطلب، لقد طرقنا جميع الأبواب واتصلنا بالسيدة المديرة للشؤون القروية، أنا وبعض الأفراد من الجماعة السلالية تحت إشراف السيد الأستاذ البزدي نور الدين. فاتصلنا بالسيدة المديرة ووعدتنا أنها ستقوم بلجنة إلى عين المكان، ولكنها لم تقم بذلك. ففوجئنا أنها أرسلت رسالة إلى العمالة، والعمالة أرسلته إلى الباشا المدينة، والباشا المدينة جاوب بما أراد، لأنه لا يمكنه أن يضرب نفسه بنفسه. وأصبحت السلطة المحلية تضلل السلطة الإقليمية. ولهذا أطلب من المشرفين على هذه الأرض أن يقوموا وأن ينقذونا من هذا الظلم والتضلل، كما كنطلب من جلالة الملك أمير المؤمنين ورئيس أركان الحرب القوة المسلحة الملكية والأميرة المشرفة على المتقاعدين للمؤسسة الحسن الثاني أن تقوم وأن يقوم بالبحث. إذا كنت على صواب فأعطوني حقي، وإذا كنت على غير صواب أعاقب عقابا. والله ينصر سيدنا.